شدد رئيس تحالف عزم خميس الخنجر خلال زيارته مدينة الفلوجة على أهمية تكثيف الجهود لمنع عودة الإرهاب إلى المناطق المحررة. يجب أن لا نقبل لهذا التنظيم الإرهابي وأي تنظيم إرهابي آخر بأن يكون في صفوفنا مرة أخرى، لا فكرا ولا شخوصا ولا مجموعات، لكي لا نعطي الحجة للطائفيين والمجرمين من أن ينتقموا مرة أخرى أو يحاولوا الانتقام من أهل هذه المدينة ومن كل مدن العراق.